في نفس السياق احنا خلاص ايام بتفصلنا عن اعلان الفائزين بجوائز المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، سواء المشاريع القوميه او مشاريع الشباب والمراه ومبادرات المجتمع المدني ايضا. المبادره دي انطلقت من اسابيع وكشفت عن كم كبير جدا وكم ضخم من المشاريع، تجاوزت 6000 مشروع. احنا دلوقتي بنتكلم عن المؤتمر الاقتصادي والمشاريع الخضراء، كان لازم نتعرف اكتر على المشاريع الخضراء الذكيه والمبتكره من السفير هشام بدر، منسق عام المبادرات الوطنيه للمشروعات الخضراء. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. احنا حتى الان عندنا كام مشروع، ومفروض ان هم اللي انا اعرفه ان هم تقريبا هيصفوا على 18 مشروع. بالظبط، هو كانوا بداوا زي ما سيادتك تفضلت ب 6281، ثم كل المحافظات، كل محافظ راس لجنه وتقدمت له مشروعات كثيره، وصفى ادانا من كل محافظه 6 مشروعات في 6 فئات، مشروع كبير، مشروع صغير، متوسط، مشروع خاص بالمراه، مشروع خاصه بحياه كريمه، والستارت ابس الشركات الناشئه. وبالتالي اصبح عندنا من كل محافظه 6 27 162 مشروع. هنعمل ايه؟ يوم 3 نوفمبر هنعمل مؤتمر وطني برئاسه رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، نعرض فيهم ال 162 مشروع في القاهره، وبيكون بمثابه تكريم لهذه المشروعات. انا عايز اقول لسيادتك ان كل اللي قدموا مشروعات بيحتاجوا فائزه. ليه؟ لان كل دول التزامات بالبيئه، كل دول مشروعات فرص استثماريه، وكلها اهم من ذلك الكلمه الذهبيه حلول مصريه. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنفتح الباب للقطاع الخاص، وحضرتك كنت لسه بتتكلم عن المؤتمر الاقتصادي ودور القطاع الخاص. المبادره دي فريده وغير مسبوقه عالميا، وحصلت باشاده الامم المتحده. وعلى فكره ان كل منظمات الامم المتحده شاركت في لجنه التحكيم والتقييم للمشروعات الفائزه الاخيره. عظيم. كلها. وبالتالي علشان تبقى لجنه دوليه ومحايده وكل هذا. لكن الفكره ايه؟ الفكره ان الحكومه ممكن كانت تقدم مشروعات بسهوله، ولكن ارادنا ان يكون هناك في مشاركه شعبيه من المحليات، الى الوطنيه الى الدوليه. عظيم. وبالتالي في 3 نوفمبر ان شاء الله هيكون هناك تكريم وعرض المشروعات ال 162. ليه؟ بهدف، لان الهدف كله طبعا في الاخر يكون في تمويل للمشروعات دي، ويكون في توعيه. وبالتالي هندعم المؤسسات التمويليه الدوليه، منظمات الامم المتحده، المستثمرين المصريين والاجانب. 3 نوفمبر نعلن الفائزين ال 18، اللي هو 3 مشروعات من كل فئه، 3 مشروعات كبار، 3 متوسط، 3 خاصين بالمراه وهكذا. سعاده السفير، احنا عايزين نتعرف اكتر على شكل المشاريع المشاركه، يعني احنا بنتكلم على 162 مشروع هيفوز منهم 18 مشروع. طبعا انا ما اقدرش اقول لك بالظبط ايه، لان ده هيعلن 3 نوفمبر. ابرز المشاريع يمكن المشاركه. اقول لحضرتك بصفه عامه، يعني عندك مثلا 46 مشروع خاص بتدوير او بمعالجه او المعامله مع المخلفات. عظيم. 28 مشروع خاص بالطاقه، انواع الطاقه، الطاقه الجديده، الرياح الشمسيه هكذا. 7 مشروعات بالتلوث. في 28 مشروع بالتكيف مع التغيرات بمختلف انواعها. 8 مشروعات بالانبعاثات. 29 خاصه بالاستدامه لكن بمراحل مختلفه. يعني وانواع اخرى. وكل دي طبعا مشروعات زي ما بنقول كلها التزامات، كلها لاول مره اصبح عندنا في مصر قاعده بيانات للمشروعات الخضراء الذكيه، لاول مره عندنا مابينج او هي خريطه المشروعات دي موجوده فين. كل محافظ بقى عنده النهارده في المحافظه بتاعته عارف امكانيات المشروعات الخضراء ايه للاستثمارات المستقبليه. والحاجه الجميله ان طبعا توجيهات عليا ان المبادره دي مش هتنتهي السنه دي، النهارده دي اول دوره لها وهتكمل كل سنه، وبالتالي لو السنه دي دخل لنا 6200 مشروع، السنه الجايه هيبقوا 40 او 50000، لان هيبقى في وقت اكتر للتحضير. وهناخدهم برضه للكوب في الامارات، وراء الكوب في استراليا، وكفايه الجهد على المستوى الوطني وكفايه التوعيه اللي تمت. صحيح، دي نقطه مهمه جدا بقى يا فندم، اللي هي التوعيه، فكره ان احنا دلوقتي السنه دي لسه اول سنه تكون هذه المبادره موجوده، وعندنا 6200 مشروع، السنه الجايه ان شاء الله زي ما حضرتك قلت انه هيكون بشكل دوري، فالعدد هيزيد.
حضرتك اتكلمت عن 162 مشروع، احنا قلنا ان في 18 مشروع هم اللي هيفوزوا، فهيكون في تواصل مع المجتمع المدني ومع رجال الاعمال لامكانيه تطبيق هذه المشروعات. هل باقي المشروعات برضو هينظر ليها نفس النظره؟ هل في امكانيه مثلا لاجراء بعض التعديلات عليها مثلا او بعض الاضافات عشان تكون مشاريع قابله للتطبيق على ارض الواقع؟ بالظبط، ده كلام طبعا سليم 100%. اولا اوريدي فعلا ال 18 هيفوزوا بجوائز نقديه وجوائز تقديريه، ومنظمه الامم المتحده هتساعدهم. يعني الحمد لله ال 18 دول هيكونوا في طريقهم للفوز والاستدامه ودعم وكاباسيتي بيلدينج، والستارت ابس عليهم طبعا اقبال كبير جدا سواء من شركات القطاع الخاص ومستثمرين. خلي بال حضرتك المشروعات دي فيها فكر وفيها ملكيه فكريه وفيها الناس بتدور، الناس كلها بتدور على ايه؟ ان تحط فلوسها في حتت تكون تنجح. فلما يبقى عندك مشروعات ناجحه وفرص استثماريه فدي عليها اقبال، ده لا شك. الجزء الثاني من سؤال حضرتك ال 162، ما الهدف من المؤتمر 3 نوفمبر ايه؟ ان زي ما بتقول بالبلدي كده كل فوله ولها كيان، ممكن الراجل ما يهتمش، واحد مستثمر ما يهتمش بال 18، هو مهتم بمجال معين من ال 162. فهيكون في 3 نوفمبر كل محافظ واقف قدام الست المشروعات بتاعته وعاملين مشروع اللي هو المحافظ بيرشحه انه يبقى سفير المحافظه. المحافظ كل محافظ في محافظات مصر يختار مشروع واحد من السته يسميه سفير المحافظه. هيعرضوا المشروعات دي وهيفوت عليهم الالاف المدعوين للمؤتمر ده، وكل واحد هيشوف والله انا يهمني الموضوع ده. ليه؟ لان هو طبعا كل واحد بيبقى عنده احتياج، او المشروع ده بيعالج تحدي معين، او كل واحد بيهتم بحاجه معينه. صحيح. فهيكون في فرصه وهنروج لهم، وده الهدف من المؤتمر. صحيح. الوعي والترويج لهذه المشروعات وتحفيز الناس في المستقبل على فكره معينه عايز انقلها لحضرتك ببساطه عشان الوقت. الفكره ان انت بتعمل مشروعات بتحافظ على البيئه ما يتناقضش، بالعكس انك تكسب. لما تعمل محافظ على البيئه ويستخدم التكنولوجيا، عشان كده مكون اسمه ذكي، ليه بنسميها مشروعات خضراء ذكيه؟ لانه بيستخدم التكنولوجيا، ده كله بيكسب. الاستدامه في انه بيكسب، ان انت مش بتعمل كده للانسانيه بس او تحافظ على المستقبل بس او عشان تحافظ توفر الطاقه، لا بالعكس انت بتعمل كده وعشان تكسب، لانك ما كسبتش والمشروع مش ناجح. صحيح يا سياده السفير، الكل كسبان من وراء هذا المشروع، هو عنده مكسب مادي كمان، احنا كمان بنكسب كلنا في اننا بنحافظ على البيئه. سياده السفير هشام بدر، منسق عام المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء، شكرا جزيلا ليك يا فندم.